العلي العظيم أقسم بالله العلي العظيم أن أبقى وفيا لروح المسيرة الخضراء مكافئا عن وحدة وطني من البوغاز إلى الصحراء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مصطفى أخدداش، متصرف تربوي، مدير مجموعة مدارس العدرج. نحن الآن بصدد الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء. قد نظمنا أمسية لفائدة التلاميذ وتلميذات المؤسسة. كانت أنشطة تصب كلها في تخليد هذه الذكرى العزيزة علينا. وقد حضر هذا اللقاء كل من جمعية أمهات وأباء وأولياء التلاميذ، وكذلك شركاء مؤسسة خاصة الخاصة بالذكر السيد الحسن بن جلال، الذي ما فتئ أن كان دائما بجانب المؤسسة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المدرسة العمومية. ونشكر هذه الصحيفة التي أبت إلا أن توثق هذه الذكرى العزيزة علينا من وسط جبال الأطلس جماعة أدرج. كما نشكر السيد قائد قيادة العدرج على اهتمامه بالشأن التربوي، كذلك رئيس الجماعة القروية بأدرج على اهتمامه بمجموعة مدارس العدرج. كما نشكر كذلك عامل صاحب الجلالة الذي يسهر على تنزيل السياسة التربوية بجميع تراب إقليم صفرو. كذلك نشكر الأساتذة والأستاذات والتلاميذ الذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح هذه الأمسية العظيمة. السلام عليكم، اسم ديالي خديجة بريبر، أستاذة اللغة العربية بمدرسة العدرج في جامعة الأدرج. اليوم كنظم احتفال بمناسبة المسيرة الخضراء في تقديم فقرات تربوية توعوية للمسيرة الخضراء، منها رقصات، منها أناشيد، منها مسرحيات، وكذلك مسابقات ثقافية من أجل نزرعوا في هاد التلاميذ ديال هاد الجماعة الاعتزاز بالوطن. السلام عليكم، خالد جعبوخ، أستاذ التعليم الابتدائي مجموعة مدارس العدرج، مديرية الإقليمية صفرو. اليوم المؤسسة ديالنا كتعرف واحد النشاط تحسيسي بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المضفرة. التلاميذ قدموا مجموعة من الأنشطة اللي كتخلد هذا اليوم الوطني اللي كنحتفلوا به جميع بذكرى المسيرة الخضراء. قاموا بمجموعة من الأنشطة تحسيسية، مسرحيات، أناشيد. كنقدم الشكر الجزيل لكل الأطر التربوية اللي ساهمت في تخليد هذا اليوم هذا بالمؤسسة. كنشكر كذلك السيد المدير على المشاركة ديالو وعلى الدعم ديالو. كنشكر الآباء ديال التلاميذ اللي حضروا بمناسبة هذا اليوم الوطني الغالي على كل مغرب. وهذا اليوم هذا عرف كذلك الدعم ديال السيد الحسن بن جلال اللي ما كيبخلش علينا بالدعم ديالو. كل ما كانت مناسبة انه يقدم الدعم ديالو الا وكتلقاه موجود. كنشكره جزيل الشكر على كل الدعم اللي كيقدمه المؤسسة. كما كنقدم الشكر الجزيل السيد القائد جامعة قائد قيادة أدرج جامعة أدرج على الدعم ديالو المتواصل لكل أنشطة اللي كتقوم بها المؤسسة للاحتفال بالأيام الوطنية على طول السنة وجميع الأنشطة الأخرى. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي.
مرحبا بك.